الأهلي في الميعاد، مبروك طبعا بداية لكل جماهير نادي الأهلي الفوز على الرجاء البيضاوي 2-0 بمجموع المباراتين والتأهل للدور قبل النهائي في بطولة دوري الأبطال. حلقة السبت يوم المباراة قلت لحضراتكم بكرة هنتقابل وهبارك لكم بإذن الله على تأهل الأهلي وتخطي عقبة الرجاء، وقد كان والجديد لا جديد يذكر ولا قديم يعاد زي ما بيتقال، والأهلي دايما بين الكبار وهو كبير كبار أفريقيا. خد بال حضرتك إنه اللعيبة دي، مش بتكلم بقى على تاريخ، مش بتكلم على 10 سنين و20 سنة و30 سنة فاتت وأمجاد يا أهلي أمجاد، أنا بكلمك بس على الفرقة دي، على اللعيبة دي، على نجوم النادي الأهلي دول اللي تخطوا وفازوا على كل الفرق اللي وصلت للدور قبل النهائي في الثلاث نسخ الأخيرة اللي وصل فيهم الأهلي للمباراة النهائية وتوج فيهم بلقبين من أصل ثلاثة، والثالث طبعا حضراتكم عارفين القصة كانت بفعل فاعل، لكن مش ده موضوعنا. خليني أقول لحضرتك إنه الترجي، الوداد، سان داونز وهم أطراف المربع الذهبي في البطولة قدر الأهلي إن هو يتخطاهم في مناسبات مختلفة، وضيف عليهم الرجاء اللي تخطيناه في دور الثمانية وتخطيناه قبل كده في دور الأربعة، والزمالك المصري اللي فوزنا عليه في النهائي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي. فالأهلي طبيعي جدا مكانته الطبيعية دايما يكون في الأدوار النهائية. الممثل المصري الوحيد وكالعادة الممثل المصري الوحيد في بطولات أفريقيا هو النادي الأهلي. نتمنى التوفيق قبل موقعة الترجي، في موقعة الترجي عندنا كلام كتير جدا يتقال، لكن خليني أقول لحضراتكم حاجة بعيدا عن المواجهة الفنية يعني وبعيدا عن كرة القدم، لأنه طبعا اللي حصل في مباراة الترجي وشباب القبائل يعني رج العالم كله، القصة مش قصة تونس ومش قصة أفريقيا ومش قصة الاتحاد الأفريقي، العالم كله الحقيقة سلط الضوء بشكل كبير جدا على الأحداث اللي حصلت أثناء مباراة الترجي التونسي وشباب القبائل الجزائري، وحتى ردود الأفعال على مستوى الاتحاد الأفريقي وعلى مستوى السلطات والمسؤولين في تونس كبيرة جدا. طبعا السيناريو ممكن يكون ايه محدش عارف، لكن هو بالتاكيد هيأثر بشكل كبير على مشوار الترجي، واحنا يهمنا حجم التأثير لانه الاهلي رايح تونس. انت هتلعب مباراة الذهاب باذن الله، اذا قدر لينا مباراة الذهاب هتكون في تونس، وبعد كده مباراة العودة هتكون في القاهرة، وبالتالي يهمنا في المقام الاول والاخير. انا اعتقد طبعا انه الاهلي بشخصيته بامكانياته وبقدراته ما بتفرقش معاه هيلعب مع مين اسم المنافس يعني، ولا بتفرق معاه فكره الجماهير من عدم، وقد كان انتوا شفتوا طبعا الحضور الجماهيري في مباراه الرجاء كان عامل ازاي، وده ما اثرش على لعبتنا باي شكل من الاشكال. لكن اللي يهمنا في الاول والاخر هو سلامه وامان بعثه نادي الاهلي في تونس. الطبيعي في الامور اللي زي دي، وحتى اللحظه طبعا الامور محل تحقيق في الاتحاد الافريقي، لكن بالتاكيد هيكون في عقوبات، قد تصل العقوبات دي الى اعاده المباراه. هو سيناريو ضعيف جدا، سيناريو ضعيف جدا فكره انه مباراه الترجي وشبيبه القبائل تتعاد، ده احتمال قائم يمكن يكون ضعيف، لكن في يعني وقائع مشابهه كتير جدا اتخذت فيها قرارات من الاتحاد الافريقي باعاده المباريات، واحنا شخصيا اتلسعنا من القصه دي قبل كده. يعني مصر شخصيا لو تفتكروا ماتش زيمبابوي في التسعينيات، مباراه الطوبه الشهيره اللي اتعادت بعد كده جروبينر على ما اتذكر اسم حارس مرمى زيمبابوي اللي كان سبب في اعاده المباراه دي، وتعادل بعد كده في فرنسا في ليون وخسرنا فرصه التاهل لكاس العالم. فبالتالي العقوبات دي وارده، يمكن يكون احتماليه حدوثها ضعيفه جدا، لكنها وارده. نروح للاقرب، السيناريوهات الاقرب، واحد هو بالتاكيد السيناريو الاقرب انه الترجي التونسي يتحرم من جماهيره في المباريات المقبله، مش بس في النسخه دي، لانه عنده عقوبه مع ايقاف التنفيذ زي ما بيقولوا، في عقوبه صدرت قبل كده بحق نادي الترجي التونسي بحرمانه من الجماهير، وتفعل في حاله ارتكاب يعني تجاوزات مشابهه للي حصلت في مباراه الترجي وشباب القبائل، وبالتالي اغلب الظن انه ودي العقوبه الاقرب لان يتم تطبيقها على الترجي التونسي هو اقامه مبارياته على ملعبه بدون جماهير. في عقوبة تانية ممكن تكون مغلظة أكبر بشكل أكتر يعني، وهي فكرة أنه نقل مباريات الترجي التونسي خارج ملعبه، ودي فيها احتماليتين، أنها تتلعب في تونس لكن في ملعب تاني غير ملعب رادس، أو يتم نقل المباريات خارج تونس كلها، وبالتالي دي الاحتمالات الواردة. الأقرب واللي ممكن يكون السيناريو يعني الأكثر واقعية
انه يتم اقامه المباراه بدون حضور جماهير. تفرق معانا؟ اه تفرق معانا على مستوى الامان والسلامه وعلى مستوى كمان المواجهه الفنيه، لانك لما تلعب في تونس بدون جمهور بالتاكيد ده هياثر بشكل سلبي على الترجي.